نجيو لخلف وندخلو هنا بربعة سنتيم، ونفس الشيء أربعة مقسومة على ثلاثة للتصغير تقريبا 1.2 أربعة سنتيم، وهنا ندخلو بخمسة خمسة نفس الشيء مقسومة على ثلاثة تقريبا 1.4 خمسة سنتيم، ونديرو خطين بهذا الشكل هذا. لاحظوا معايا، غادي نجيو هنا نقسمو هادي على اثنان. هنا عندنا ونخرجو بصفر فاصلة خمسة باش نديرو تقويرة ديالنا. نجيبو بيستولي أو البيروكي ونديرو تقويرة ديالنا بهذا الشكل هذا، أو بيدينا لما كانش عندنا. حاولوا تكون مقادة، هي شبه مستقيمة، ونخرجوا نفس الشيء هنايا. هذا الجزء يساوي هذا الجزء، ونخرجوا بصفر فاصلة خمسة. ممكن حتى أننا نخدمه بهالطريقة هذه، وفي النهاية نحيدوا لابوس. لابوس هي هذا الجزء الحاد، نحيدوها بهالطريقة هذه فقط لا غير.